في المتحف المصري الكبير الذي ما زال في طور الافتتاح، يتجمع المئات من التلاميذ لتحويل أكوام مكعبات الليغو إلى مجسمات لمنشآت الطاقة المتجددة. وتتنوع مكعبات الليغو من محركات توليد الطاقة من الرياح إلى السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويتنافس فيها فرق من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 والـ6. وجرى تقسيم 400 طالب على 80 فريقاً، كل فريق مكون من 5 أطفال من 9 محافظات مصرية. السنة دي الموضوع عن الطاقة، وإن إزاي الأطفال بيجدوا حلول لمصادر الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، وإزاي تتخزن وإزاي يتم توزيعها، وإزاي كمان إن احنا نرشد في الطاقة. كل فريق مكون من 5 طلاب، عندنا 400 طالب ممثلين في 80 فريق، هيبتدوا النهارده يقدموا لنا اللي هم اتعلموه خلال رحله التدريب اللي مدتها 3 شهور سابقه في محافظاتهم وفي مدارسهم. جايين النهارده عشان نشوف الحلول اللي هم مقدمينها. المسابقة التي تنطلق في نسختها 6 تهدف إلى إيجاد حلول لتخزين الطاقة المتجددة وتوزيعها ونقلها من خلال إنشاء هياكل من الليغو تعبر عن هذه الحلول. ويرى مسؤولون في مصر أن الهدف من هذه المسابقة لا يتوقف على تكريم فريق واحد، وإنما إطلاق العنان لخيالهم وحل التحديات الهندسية، مما ينمي لدى الطفل العديد من المهارات الحياتية المهمة، مع التركيز على نواحٍ عدة مثل روح الفريق وحل المشكلات والإبداع.